مرحبا. مرحبا بك. تنتخب ولا ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله. شنو تستنى من رئيسنا المقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله ننتظر احنا حاجه برك، تطبيق القانون، هذه اول حاجه، تطبيق القانون والامن هذوما الاولويات، وبعد يجي. اذا ما فماش هذوما راه ما فما حتى شيء، الامن قبل كل شيء. كل واحد كتشوف فيه ولا خايف؟ ما كانش حتى قبل، باش بصراحه ما كانش. كنت تصرح للغابة ما تخافش، غنمك موجودة، بقرك موجود، دجاجك موجود، تو تمشي للغابة ما عادش تلقى حتى دجاجة ما عادش تلقاه، ولا وخايف، والناس حتى اللي يسرح الدنيا ضاوي ويروح، يقول لك على الملا تلعب بدا تغور في النهار وعن القايل، عنده زريبة بتاع غلام يدوس عليه، ما عادش كما قال القذافي الله يرحمه، من الهلوسة، ناس تزوق زيتها في الحرام ولا فاش ما عادش، يجبد عليك كلاشنكوف ما تقادعش عليك. في الجهار والنهار ينحلك من قالتك، في النهار يغور عليك، في النهار تنتظر في الأمن والأمان تطبيق القانون. التطبيق القانون يعني مش تطبق على الزوالي والآخر ما عايز فيها فساد والآخر يطبق، يجي أنت هدايا، هذا سنة وهذا فرض، ما يجيش. يعني واحد من الناس والله ممكن أني سمعت هكا، قالوا واحد رئيس بلدية في تونس انتخب وعنده قرار هدم في على البحر، أول ما دار قالك بدي شد بدي بروحه، ها ما شاء الله بديت بروحه ورئيس بلدية ما شاء الله. أنا والله من سدعة نسدعة نقول بربي جهد لي هون نرتاح، نفسي نيتي ترتاح، أما علاش أنا تشدني أنا تعبني الأختية وتشد واحد آخر تقول سلم على أبوك، منين أنت نحزها في نفسي؟ مندي مش معقول.